النهارده كل المصريين قلوبهم مع محمد صلاح، يعني الايجيبشن كينج اللي بينافس ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على جائزه ذا بيست لافضل لاعب في العالم، واللي هيتم الاعلان عنها النهارده. فتعالوا نشوف بقى حظوظ الدولي المصري في الحصول على الجائزه اللي بينافس فيها للمره الثانيه. بينما يتواجد الملك المصري محمد صلاح في الكاميرون حاملاً أحلام 100 مليون مصري في بطولة غاب لقبها منذ 12 عاماً، إلا أن عينه تتوجه مع الملايين من عشاقه إلى مدينة زيورخ في سويسرا لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ينافس نجمنا المصري جناح فريق ليفربول الإنجليزي الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها صلاح للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، بعدما جاء ثالثاً في 2018 خلف مودريتش وكريستيانو رونالدو. ويتطلع صلاح أن يحالفه الحظ هذه المرة ويتوج بالجائزة ليكون ثاني لاعب فقط من خارج قارتي أوروبا وأمريكا ينال هذا الشرف، حيث كان الليبري جورج وايا هو الوحيد الذي كسر احتكار القارتين للجائزة في عام 1995. الأسطورة الأرجنتيني ميسي فاز بالجائزة 6 مرات سابقة في رقم قياسي كان آخرها العام قبل الماضي، أما ليفاندوفسكي فقد توج بالجائزة مرة واحدة فقط وذلك في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. التصويت للجائزة يشمل أصوات الجمهور بواقع 25% من نسبة التصويت، وكل من قائدي ومدربي المنتخبات بواقع 50% من الأصوات، إلى جانب أكثر من 300 صحفي وإعلامي بمختلف أنحاء العالم يمثلون الربع الأخير من الأصوات. وتتضمن جوائز ذا بيست أيضاً اختيار أفضل لاعبة ومدربة وحارسة مرمى في العالم، بالإضافة إلى أفضل حارس مرمى ومدرب، وجائزة أفضل هدف في العام، وجائزة مشجع الفيفا.